بس فيه بتاعي، وبصراحة يعني ليا شرف كبير جدا إن أنا أكون معاكم في الشركة يعني يا فندم. والله حد طلب منك تحط صورتك في السي في بتاعك؟ إيه يا فندم؟ المفروض ما أحطش صورتي في السي في؟ تمام يا فندم، تمام. في صيدلي السي في بتاعه ملون، هتشلني. المفروض كمان ما أخليهوش ملون؟ تمام. يعني السي في كده وحش؟ مقرف مقرف. طب يا فندم معلش، يعني هو انا تعبت نفسي وعملت السي في وكده، عامله غلط. انا عامله غلط؟ تمام تمام، شكرا يا فندم، شكرا شكرا. طب هنعمل انترفيو ولا ملوش لزوم؟ امشي امشي. تمام يا فندم، شكرا شكرا. ازاي تكتب سي في؟ اول حاجه خالص، الخط لازم يكون خط واضح عشان الناس ما بيعجبهاش الخطوط المزخرفه او المايله او الحاجه اللي بيكون شكلها كاجوال. لا، لازم يكون خط واضح. الكلام العادي بيتكتب خط 11 والعناوين بتتكتب 12. اول حاجه بتتكتب في السي في خالص الاسم، وده بيكون لوحده في اول الصفحه خالص ومكتوب بخط 12 زيه زي العناوين. بعد كده الايميل، ولازم ما يكونش هايبر لينك، يعني ما يكونش لونه ازرق، لازم يكون مكتوب بنفس الشكل ونفس الطريقه المكتوب بيها بقيه الكلام. جنبه بتكتب العنوان، والعنوان بيكون مكون من 3 حاجات. اول حاجه بتكتب اسم الشارع، بعد كده اسم المنطقه، بعد كده اسم المحافظه اللي انت عايش فيه. جنبهم بتكتب رقم الموبايل، وبتكتب رقم واحد بس، ما ينفعش تكتب اكتر من رقم، ولا ينفع تكتب رقم تليفون ارضي. اول حاجه خالص بتيجي بعد المعلومات اللي انت قلتها عن نفسك، الاديوكيشن. الاديوكيشن لو انت يعني لا سمح الله خدت ماجستير ولا عملت دكتوراه وات ايفر، دراسات عليا، بتكتب الحاجات دي بالترتيب التالي. اول حاجه خالص بتكتبها الدكتوراه بتاعتك من جامعه كذا وتاريخ انك خدت الدكتوراه دي، بعد كده الماجستير، بعد كده دراسات عليا، بعد كده البكالوريوس اللي انت خدته من الجامعه بتاعتك. لو انت زيي وزي بقيه الشعب طبعا مش اخر غير البكالوريوس بتاعك، بتتكتب بالصيغه دي. اول حاجه خالص اسم الجامعه، بعد كده اسم الكليه، بعد كده سنه التخرج بالشهر، بعد كده التقدير بتاعك، بعد كده بيجي حاجه من 4 حسب انت عملت ايه فيهم، سواء خبرات او كورسات اونلاين او كورسات عاديه او تطوع. ودي طبعا بتترتب على حسب انت اخدت فيهم ايه، يعني لو ناقص حاجه منهم بتكتب الترتيب عادي. اول حاجه خالص بتتكتب هي الخبرات، ودي بتتكتب بالصيغه اللي انا هقولها دي. اول حاجه خالص المسمى الوظيفي، بعد كده اسم الشركه او المصنع اللي انت اشتغلت فيه، بعد كده تاريخ بدايه وانتهاء العمل في الشركه دي. تحتها في سطر منفصل بتكتب في نقط الحاجات اللي انت عملتها او مهامك داخل الشركه او المصنع اللي انت كنت شغال فيه. الخبرات العنوان بتاعها بيكون اكسبيرينس، ما بتكتبش اي حاجه تانيه ولا اي مفهوم تانيه للخبرات. اخر نقطه بس في الخبرات، ان اخر مكان اشتغلت فيه هو بيتكتب اول حاجه. يعني انا مثلا كصيدلي، نفترض ان انا اشتغلت بي فايزر اول شغل ليا خالص، اخر شغل ليا خالص كنت اشتغلت في ابوت مثلا، فاخر شغل ليا هو اللي هيتكتب الاول، وبكتب معاه تاريخ وبدايه انتهاء العمل، وبشرح تفصيليا المهام بتاعتي داخل الشركه. ونفضل بقى ننزل 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 لغايه اخر حاجه هتكتبها خالص هي اول شغل اشتغلت. بعد كده الكورسات اونلاين، ودي اسمها بروفيشنال تريننج، بتتكتب بالصيغه دي، اسم الكورس، بعد كده اسم المنصه اللي انت اخدت عليها الكورس، زي مثلا موقع كورسيرا مثلا، بعد كده تاريخ بدايه وانتهاء الكورس وعدد ساعات الكورس واسم المحاضر اللي اداك الكورس ده. وفي سطر جديد بتكتب تفصيليا في نقط الحاجات اللي انت اتعلمتها من الكورس ده، او بتكتب محتوى الكورس بس في نقط بالتفصيل. بعد كده الكورسات العاديه، ودي اسمها بروفيشنال ديفلوبمنت، بتتكتب بالصيغه دي، اسم الكورس، بعد كده اسم مركز التدريب اللي انت خدت فيه الكورس، بعد كده تاريخ بدايه وانتهاء الكورس، وفي سطر تاني زي ما قلنا قبل كده سطر منفصل بتكتب شرح تفصيلي للنقط اللي انت اخدتها في الكورس ده. اخر حاجه خالص بقى بتكتبها الفولنتيرنج، اللي هو اي عمل تطوعي انت عملته في حياتك. لو انت طبعا فريش جرادويتد، يعني انت لسه متخرج جديد ما عداش على تخرجك سنه، ولسه ما لحقتش تشتغل ولا لحقت تاخد كورسات مثلا او شهادات، فاول حاجه بيتبص عليها في السي في بتاعك هو التطوع، لانه خلال طبعا التطوع ده او الخبرات اللي انت حاططها في التطوع بيقدر يحدد اذا كنت انت تنفع في المنصب اللي انت مقدم عليه او لا. طبعا التطوع بيتكتب بالشكل ده. المسمى الوظيفي، لو كنت مثلا اخر مركز اتش ار او مثلا ليدر اي لجنه في المكان التطوعي اللي انت فيه ده، لو انت طبعا عضو عادي بتبدا تكتب المكان اللي انت اتطوعت فيه
بعد كده تاريخ بداية وانتهاء الشغل ليك في المكان التطوعي ده، وبرضو في سطر منفصل بتكتب شرح تفصيلي للمهام اللي انت كنت بتعملها في المكان التطوعي ده. وطبعا لازم في نقط، مش هقولها كل مرة لان لازم كل مرة تركز في النقطة دي. هيجي بعد كده المهارات، ودي بتتقسم لثلاث حاجات: السوفت سكيلز والتكنيكال سكيلز واللانجوج سكيلز. بتترتب بالظبط زي ما انا قلت. اول حاجه خالص بتكتبها هي السوفت سكيلز. زمان السوفت سكيلز دي كانت بتتكتب بيرسونال سكيلز، طبعا المسمى ده اتغير خالص وحاليا بقى اسمها سوفت سكيلز. السوفت سكيلز تقدر تعمل سيرش عنهم على الانترنت براحتك وتشوف بتختار اكتر اربع حاجات انت كويس فيهم او اكتر سكيلز موجوده منهم عندك وبتكتبهم. اكتر من اربعه ما تكتبش، واقل من اربعه ما ينفع. بعد كده هيجي لنا التكنيكال سكيلز، ودي اللي كانت زمان باسم كمبيوتر سكيلز وللاسف اتغيرت، فما ينفعش دلوقتي تكتب كمبيوتر سكيلز وهتكتبها التكنيكال سكيلز. هنا بتكتب اي حاجه بتعرف تعملها على الكمبيوتر. لو انت مثلا بروفيشنال في مايكروسوفت بتكتب انك بروفيشنال في مايكروسوفت. لو انت بتشتغل زي مثلا مونتاج، فانا بشتغل على ادوب بريمير سي سي، فبالنسبه لي انا بكتب طبعا ان انا خدت ادوب بريمير سي سي واي كورسات كمبيوتر اخدتها. يعني انا مثلا ادوب بريمير سي سي ده اخدته على تشانل على اليوتيوب، فانا كتبت عندي في السي في بتاعي ان انا اخدت الكورس ده من محاضر اسمه كذا على قناه كذا. بعد كده بيجي لك بقى اللانجوج سكيلز. طبعا زمان كنا فاكرين ان اي لغه بنكتبها ما عدا العربي. الكلام ده غلط. ليه؟ لان العربي هي اللغه الام بتاعتك، هي اللغه اللي انت اتولدت بيها، هي اللغه اللي بتتكلم فيها في دولتك. فلازم تكتب ان اللغة الام بتاعتك او المذر تانج بتاعك عربك او عربي، ده شيء اساسي. بعد كده بقى بتكتب اي لغة تانية انت اخدها. طبعا لو انت معاك انجليش بس غير العربي لازم تكتب مستواك الحقيقي، ما ينفعش تكذب عشان حقيقي هتتقفش. الممنوعات بتاعت السي في، ما ينفعش تحط صورة الا لو اتطلبت منك. ما ينفعش تحط صورة، قلتها، ما ينفعش تحط صورة الا اذا طلبت منك. مفيش سي في في العالم بيتعمل له اطار او فريم، مفيش سي في ملون في العالم برضو الا في حالات معينة بس. لو انت مقدم ماركتنج او جرافيك ديزاينر تمام، ده شغلك. لكن انت اي حاجة غير دول ما ينفعش تقدم سي في ملون. ما ينفعش تحط رقم القومي بتاعك ولا تاريخ ميلادك. ها، سي في ما يزيدش عن صفحتين بس. اخر حاجه بقى واهم حاجه، الكارير اوبجكتيف. ودي المفروض بتتكتب في السي في قبل الايديوكيشن، بس بما اننا مثلا بندور على اي شغل فما بتكتبش الكلام ده. بس لو انت واحد عارف القطاع اللي انت داخل عليه وعارف انت عايز اي بوزيشن في الشركه، يبقى انت لازم تكتب الكارير اوبجكت. ودي بقى ليها طريقة مختلفة عن كتابة اي سي في. بتكتب اول حاجة انت مين واكتر ميزة فيك، وايه هي نقطة القوة بتاعتك، السترينث بوينتس، نقطة القوة بتاعتك. ثم بتكتب بعد كده البوزيشن اللي انت مقدم عليه، وايه هي الاد فاليو اللي هتقدمها للشركة، ايه هي القيمة اللي هتقدمها للشركة. يعني مثلا لو انت شخص تنافسي وبتحب تثبت نفسك في اي مكان بتروحه، فهتكتب competitive fresh graduate. بعد كده تكتب المنصب اللي انت داخل عليه. لو مش عارف على الاقل اكتب who wants to work as an HR. لو انت عارف بالظبط انت عايز ايه، بتكتب who wants to work an HR admin. لو انت فعلا انت حابب انك تبقى admin HR في الشركة، يعني انت عارف بالظبط المنصب اللي انت داخل عليه ايه هو. اما بقى الاد فاليو اللي انت بتضيفها للشركه او القيمه المضافه دي، بتسرقها من الاعلانات بتاعه الشركه. يعني لو الشركه مثلا طالبين حد بيعرف يشتغل على الاوفيس كويس، فانت بتكتب ان البوينت بتاعتك، السترينث بوينتس بتاعتك، انك تشتغل كويس جدا على الاوفيس لقلوبه. بس طبعا يعني هم مثلا عايزين حد عنده نظام، حد عنده خبرات تواصل عاليه وكده، فانت مش هتاخد الكلام من الاعلام بالظبط وتكتبه، لا انت هتحور شوية. يعني انت عارف ان انت محور وهم عارفين ان انت محور، بس هي الفكرة في طريقة كتابتك التحويرة دي. وبكده هيكون السي في خلص. اول حاجة خلص النيم، اسمك، بعد كده ايميل جنبه الادرس، بعد كده الفون نمبر، بعد كده بتكتب الكارير اوبجكت، بعد كده education، بعد كده experience، بعد كده professional training، بعد كده professional development،
بعد كده volunteering، بعد كده skills، soft skills، technical skills، language skills، وكده يكون السي في خلص. يعني الحلقة كده خلصت، بس لو انت استفدت معايا بجد النهاردة او قدمت لك موضوع مفيد عندك او انت فعلا هتستغله بعد كده وتبدأ تعمل سي في، فياريت تعمل لايك وتعمل شير وتعمل كومنت. لو انت على الفيسبوك تعمل شير بقى على الجروبات الكبيرة وكده، ويعني تفيدني. لو انت على يوتيوب اشترك على القناة، يعني ما مش كده، الاشتراك مش بفلوس. وفعل زر الجرس طبعا واعمل لايك، عشان طبعا اللايكات بتخلي الفيديو يظهر للناس اكتر. يعني كده يا جماعة، لو انت طبعا استفدت مني بجد لازم تكتب انك استفدت وتعمل الشير بتاع الفيديو. لو انت ما استفدتش قول لي ايه اللي انا مثلا محتاج اطوره في كتابة السي في دي، ونبدأ نشتغل عليها ان شاء الله، واعمل لكم حلقة جديدة. وانتظروني الحلقة الجاية ازاي تحضر الانترفيو، وايه هي الاسئلة اللي هتكون موجودة في الانترفيو وازاي تجاوب عليها. لو انت مهتم استني الحلقة الجاية وربطها بالحلقة دي، وهيكون معاك ان شاء الله الحاجات اللي تدخلك تشتغل في اي شركة. سلام عليكم شباب.